السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر ابن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى. الحر ابن قيس كان من جلاس عمر، وكان من عقلاء الصحابة، وكان من أهل مشورة عمر، وكان عمر رضي الله عنه يجمع أهل العقل ويجعلهم أهل مشورته. فتمارى يعني تحاور في صاحب موسى، يعني في الذي لقيه موسى عليه السلام، في الذي لقيه وتعلم من الذي هو الخضر. فقال ابن عباس هو الخضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقياه. موسى سأل الله، قال يا ربي أنا أريد أن ألتقي بها الرجل. ثم سأل ابن عباس، سأل أبي، يقول يا أبي هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال أبي نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه. فقال الآن ساق أبي بن كعب الحديث، قال قام موسى النبي خطيبا في ملأ من بني إسرائيل. موسى كما تعلمون تربى في بيت فرعون، وبالمناسبة ترى موسى هو أكثر نبي ذكره الله في القرآن، ذكر الله اسمه في القرآن 183 مرة، وذكر قصته في 25 موضعا، 25 موضعا. وموسى نعرف قصته قبل ولادته، ونعرف قصته عند ولادته، ونعرف نشأته، ونعرف قصته قبل أن يكون نبيا، وحتى قصة زواجه نعرفها، ثم بعد ذلك قصصها مع بني إسرائيل. فحياته مليئة بالعبر، ولذلك فصلها الله تعالى في القرآن. موسى لما جاء ودعا فرعون، ثم آمن السحرة وسجدوا لله تعالى فقتلهم فرعون، فخرج موسى من بين يديه، ولبث موسى يدعو بني إسرائيل متخفيا ويتخفى هو والمؤمنون. ثم بعد ذلك ثار فرعون عليه وعرف موضعه وأقبل إلى موسى، فأمر موسى كما قال الله تعالى أن أسر بعبادي، فسرى بهم في الليل، وصلوا إلى البحر. البحر على الصحيح أنه إحدى دلتي البحر الأحمر، تعرفون البحر الأحمر في أعلاه يكون له، ينقسم إلى قسمين، قسم يذهب يمينا وقسم يسارا، القسم الأيسر هو الذي انشق لموسى، بعضهم يقول النيل، والصحيح أنه هذا، لأن موسى أبعد من القاهرة، يعني ذهب متجها جهة الشام. انشق البحر، أهلك الله فرعون وقومه. بعد ذلك ظل موسى عليه السلام في سيناء، ثم أمر قومه يدخلوا إلى الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، الشام. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، أو في آية، قالوا وإنا ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد. فقضى الله تعالى عليهم أن يتيهوا في سيناء 40 سنة. خلال هالأربعين سنة وقعت قصص لموسى معهم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وإذ جعل الله تعالى الجبل فوقهم كأنه ظله، وقعت قصص لموسى عليه السلام مع بني إسرائيل خلال سيناء. في هذا الوقت توفي موسى عليه السلام، وتوفي هارون، وقادهم يوشع، يوشع الذي هو غلام موسى الذي كان معه في الرحلة هذه. الأربعون سنة التي مرت هلك فيها الجيل الجبان، ونشأ جيل تربى على شظف العيش في الصحراء، وعلى الطاعة وعدم الرفاهية. فهؤلاء هم الذين قادهم يوشع ودخلوا إلى الشام. في سيناء قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، في ملأ من بني إسرائيل، حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا انتهى من، يعني من كلامه. فجاءه رجل فسأله، قال أي رسول الله، أي الناس أعلم؟ وفي رواية أخرى أن رجلا سأله على رؤوس الأشهاد، قال يا موسى هل تعلم
أحدا أعلم منك؟ يعني شدهوا بكثرة المعلومات. فقال موسى: لا، ما في أحد أعلم مني. ولم يقل الله أعلم، يمكن في أحد أعلم مني، الله أعلم. لكن موسى لا يعلم على وجه الأرض نبيا غيره، وهو يعلم أن الأنبياء هم أعلم الناس، وبالتالي قال: لا، ما في أحد أعلم مني، أنا نبي، ما في نبي غيري. وهنا قال: قال أنا أعلم. قال: هل تعلم أحدا في الأرض أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. المفروض يقول: الله أعلم، ما أدري، الله أعلم، أنا صح، أنا نبي وعندي علم، لكن الله أعلم، يمكن في أحد أعلم مني، الله أعلم. فأوحى الله إلى موسى: بلى، إن عبدا من عبادي هو أعلم منك، عبدنا خضر. قال: أي رب، فأين؟ ما قال موسى يعني هو عالم وأنا عالم وأنا أعلم قومي والله ينفعه بعلمه وينفعني بعلمي، بلاش أتعب نفسي، لا، ما دام واحد أعلم مني أذهب أستفيد منه. قال: أي ربي أين؟ قال: بمجمع البحرين. مجمع البحرين قيل هو التقاء النيل الأزرق بالأبيض، وقيل هو التقاء طرفي البحر الأحمر الفوقية لما تلتقي ثم يصبح البحر الكبير الأحمر، قيل هذا اللي على شكل سبعة أدناه هو مجمع البحرين لما يلتقي الأيمن والأيسر. قال: أي ربي فأين؟ قال: بمجمع البحرين. فسأل موسى السبيل إلى لقياه. قال: يا ربي، طيب أنا كيف ألقاه؟ مجمع البحرين يعني مساحة كبيرة جدا وشاطئ طويل، أنا كيف أستطيع أن أجده؟ قال: أي ربي، وكيف لي به؟ فجعل الله الحوت علامة، أعطاه الله تعالى علامة، قال: احمل حوتا ميتا فاجعله في مكتل. المكتل هو القفة التي تصنع عادة من سعف النخل أو نحوه، السلة يحملون فيها طعامهم أو ثيابهم أو كذا. احمل حوتا ميتا، طبعا لما تسمع حوت، نحن عادة نطلق حوت على السمكة الكبيرة جدا ويتصور الواحد مباشرة حوت القرش مثلا أو غيره، لا، الحوت المقصود سمكة يعني، ولذلك الناس سمون الصياد حوات أحيانا، يعني يطلق على حتى على السمك الصغير. وهذا يدل عليه أيضا الحديث، لأن لا يمكن أن يحمل حوتا في مكتل يحمل باليد، وإنما سمكة. فاجعله في مكتل، فإذا فقدت الحوت فاتبعه فهو ثم. المكان الذي تفقد فيه الحوت اتبع الموضع الذي وقف فيه الحوت تجد الخضر، فارجع فإنك ستلقاه. فانطلق، وانطلق بفتاه يوشع بن نون، هو الذي تكلمنا عن قبل قليل الذي قاد بني إسرائيل بعد موسى، وحمل حوتا فجعله في مكتل، وكان يتبع أثر الحوت، يعني كل قليل ينظر موسى: ها، الحوت طلع من المكتل ولا لا؟ لا والله باقي ميت. بعدين يمشون: تأكد لي الحوت باقي ولا لا؟ وهو يتمنى في كل لحظة أن يفقد الحوت حتى يعرف أنهم وصلوا إلى الموضع الذي يريدونه. قال: وقال لفتاه: لا أكلفك، أنا ما أطلب منك عملا كثيرا، إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. أنا اللي مطلوب منك يا فتى شيء واحد، إذا فقدت الحوت خبرني بس، ما أريدك تبحث عن الخضر ولا تقص أثر ولا تعد لي الشجر ولا تعد لي كم مشينا من فرسخ، لا، المطلوب منك أنت حامل المكتل هذا، إذا فقدت الحوت قل يا موسى ترى الحوت فقد وبس. فقال فتاة: ما كلفت كثيرا، والله أنت ما تعبتني، الشغلة بسيطة. حتى إذا كان عند الصخرة نزلا ووضع رؤوسهما وناما، عند صخرة على شاطئ البحر وضع المكتل وناما، فاضطرب الحوت وتحرك فانسل من المكتل، خرج من المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا. اتخذ سبيله في البحر سربا، يعني شق الماء، فجعل الله تعالى موضعه في الماء طريقا. بمعنى، قيل إن الخضر كان في جزيرة فتوجه هذا الحوت إلى تلك الجزيرة، وقيل إن الحوت إنهم قد خلف الخضر وراءهما في مكان يعني آخر، فالحوت دخل في الماء وصار يمشي على الشاطئ، فجعل الله تعالى الماء الذي يشقه الحوت
ما يرجع الماء، لا يبقى الماء كأنه جامد، أمسك الله الماء. يعني لما يمشي الحوت هذا معنى سربا، واتخذ سبيله في البحر سربا، يعني صار سرب، سرداب، طريق هكذا. فصار موسى لما رجع صار يتتبع الماء، ينظر أين وقف الحوت حتى وقف على الخضر. ولذلك قال هنا فاتخذ سبيله في البحر سربا، يعني مشى في البحر، ما احتاج موسى يبحث وين الحوت لأنه جعل يمشي مع على الشاطئ ويتتبع أثر هذا الحوت. فأمسك الله عن الحوت جرية الماء، هذا معناه، يعني الحوت يشق الماء فلا يعود الماء مرة ثانية، لا، المكان الذي يشقه الحوت يظل الماء جامدا عنه، جرية الماء، فصار مثل الطاق. الطاق يعني مثل النافذة، يسمونها طاقة، النافذة يعني فتحة، يعني حتى كان أثره في حجر، يعني مر بحجر وصار أثر الحوت من شدة سرعته أثر في الحجر. فلما استيقظ موسى والخضر، فموسى وصاحبه يوشع، فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت. قام الغلام وجمع الأغراض، وربما كان يركبان دواب في الغالب، يعني ما يسافر إنسان إلا على دابة في الغالب، وأكمل طريقهما. فانطلقا بقية يومهما وليلتهما، يعني مشيا مشيا طويلا. فلما استيقظ موسى وأصبح وكان من الغد، يعني مشوا وكملوا اليوم كامل، غابت الشمس، مشوا في الليل ويقطعون طريق أبعد عن الموضع، ثم نام. فلما أصبح في الصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، أعطنا طعامنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به. لذلك يقول عدد من أهل العلم يقولون إن الإنسان إذا كان على السنة لا يصيبه التعب لأن الله يعينه، فإذا كان على بدعة تعب. وكذلك الإنسان الذي يفعل الخير تجد أنه يجد قوة عليه لأن الله يعينه، فإذا كان على شر أو نحوه تعب. فموسى عليه السلام لما وصل إلى الموضع المقصود ما تعب، لكن لما ضيع الموضع وصار يمشي على غير ما أراده الله منه، يعني ترك الموضع الذي فيه الخضر وصار يمشي في طريق ليس هو الطريق الصحيح، أصابه التعب. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. فقال موسى لموسى فتاه، فتى موسى جاء وفتح المكتل بيطلع الطعام، بحث وين الحوت، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. طيب كيف عرف أن الحوت طلع عند الصخرة؟ لأن المكتل أصلا ما فتح إلا في ذلك المكان، هم صار لهم ساعات طويلة وهم يسيرون، فأكيد ما فقدناه إلا في ذلك الموضع. أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، الشيطان حال بيني وبين تذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. كيف عرف فتى موسى أن الحوت اتخذ سبيله في البحر؟ لأنه ما رآه وهو يجمع الأغراض، هو لما ينزلون يضعون فرش ينامون عليها، يطلعون طعام، أكيد لن يكون واحد مسافر من غير حاجات. فاليوشع الغلام كلما ارتحلوا أخذ يجمع الأغراض، فهو يقول أصلا لو الحوت طلع من المكتل أو سقط أثناء إخراج الطعام أو غيره من المكتل، لو سقط سأراه وأنا أجمع الأغراض، لكن أكيد أن الحوت غاب في البحر لأني ما رأيته على البر وأنا أجمع الأغراض. ولذلك قال واتخذ سبيله في البحر عجبا، كيف يتخذ سبيله في البحر وهو ميت؟ عجبا. فقال موسى ذلك ما كنا نبغي، أصلا فقدان الحوت هو اللي كنا نريده نحن، الله يبشرك بالخير، فقدت الحوت، نعم هذا أحسن خبر. فارتد على آثارهما قصصا، جعل يبحثان في الأثر الذي مشى عليه يقصانه، يعني يتتبعان الموضع. رجع يقصان آثارهما فوجد في البحر كالطاق، كالطاق يعني كالممر، كالمدخل، ممر الحوت، فجعل يمشي
موسى عليه السلام مع يوشع على الشاطئ ويتتبعون مشي الحوت الذي في البحر. فلما انتهي إلى الصخرة وصل إلى موضع فيه صخرة، إذا الخضر على طنفصة خضراء على كبد الحوت، رجل مسجى بثوب قد جعل طرفه تحت رجليه، طرفه طرف الثوب تحت رجليه وطرفه تحت رأسه، فسلم عليه موسى. على كبد الحوت، قيل إن الخضر وجدوه قد صاد الحوت وصار يأكل منه، وقيل غير ذلك من معاني، وقيل إنه كان يدهن بشيء من كبد الحوت أو نحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن طعام أهل الجنة قال زيادة كبد الحوت، فربما أن فيه إشارة لها. في بعض الروايات أن موسى عليه السلام جاء وراء المكان أخضر فتعجب، وقد تركوه أجدب، يعني أرض قحط وجدوه أخضر فعجب موسى لذلك. ثم لما رأى الخضر زال عجبه، لأن الخضر ما يجلس في مكان إلا انقلب ذلك المكان أخضر، الخضر ما يجلس في مكان إلا انقلب أخضر فسمي الخضر. وفي روايات أخرى أيضا عند غير البخاري أن الخضر كان متغطيا بهذا اللحاف، فموسى عليه السلام ما أزعجه، ما قال لكم استيقظ، أخذ ينتظر. فلما استيقظ الخضر قال له موسى السلام عليك، فقال الخضر وقد كشف وجهه، قال وأنى بأرضك السلام، من أنت؟ يعني غريب أحد يسلم علي، من أين عرفت هذه الشريعة؟ من أين عرفت هذه السنة؟ من علمك؟ من أنت؟ وذلك أن الخضر كان بين قوم غير مسلمين وغير موحدين، استغرب أن واحد يحيي بتحية يعني تحية فيها دين. قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال فما شأنك؟ غريب، يعني ما الذي جاء بك؟ ما الذي جعلك تترك قومك وتأتي إلي؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ في روايات أن الخضر قال لموسى، وستأتي معنا، أنه قال أما يكفيك أن التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك، يعني أنت يا موسى يأتيك الوحي من السماء وكتب الله تعالى لك التوراة بيده، وتأتيني أنا تقول أتبعك حتى تتعلم مني، ماذا ستجد عندي من علم؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أما يكفيك أن التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك؟ قال موسى بلى، يعني حتى لو عندي هذا أبتعلم منك. قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا. وكون الشخص يعرف شيئا من المعلومات ليست عند الآخر لا يدل على أنه أعلم منه في العموم. الهدهد لما رجع إلى سليمان قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، هل هذا يعني أن الهدهد صار أفضل علما من سليمان؟ لا، هي معلومة صغيرة لم تكن عند سليمان وأعطاها الله للهدهد وبلغها سليمان. فقد يكون أحيانا عند المفضول عند الأقل معلومة لا توجد عند الفاضل. فهنا يقول له الخضر، يقول شوف يا موسى أنت عندك معلومات وعندك علم الله علمك إياه ما علمني، لكن أنا أيضا عندي علم الله علمني إياه لم يعلمك إياه. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يبارك لنا ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة